احنا دائما تنوصلوا المعاناه، تنشوفوا المعاناه ديال الاباء والاولياء ديال التلاميذ مع المؤسسات الخاصه، واللي يعني باقي المسلسل لا ينتهي. يعني منذ يومين يعني قمنا بالتصوير مع مجموعه ديال الاباء ديال مع مؤسسات اخرى اللي تعانيوا من معها بخصوص استخلاص المبالغ ديال الشهور ديال الحجر الصحي اللي ما هما شهر 3 4 5. تنشوفوا انه القرارات اللي اتخذت هاد يعني هاد المؤسسات التعليميه في حق هاد الاباء واولياء التلاميذ، خصوصا تعرفوا ان مدينه مراكش مدينه اللي تعتمد على السياحه، تعتمد على التجاره، واغلبيه ديال القطاعات اللي توقفت. معنا اليوم اب من احد المؤسسات الخاصه اللي هنايا بوعكاز، الذي حكي لنا شنو المشكل اللي عندهم بالضبط مع هذه المؤسسه. مرحبا بك سيدي، يعني شنو المشكل اللي تتعانيو مع هذه المؤسسه هذه الخاصه اللي بوعكاز مدينه، عفوا في حي بوعكاز بالمحاميد مدينه مراكش؟ شكرا بعدا على الحضور ديالكم والاستجابه لهذا المبادره هذه. حنا من بين الاولياء واباء التلاميذ ديال المؤسسات هنا في بوعكاز لمده 13 سنه، وحنا تنقريو وليداتنا هنا. ولكن ماشي المشكل اللي كاين هو بدا شحال هذا تقريبا صافي 2 سنين هذه، باللي لاحظنا باللي كاينه واحد انحطاط، واحد لا كاليتي ديال لا سكولاريتي نازله بزاف، طايحه، ما بقاتش كي كانت افون. ولكن الظروف ديال هاد الجائحه هي اللي خلات تزيد تعمق الازمه وتخلي تفيض الكاس كي تيقولوا، على اساس انه كاين الناس الاغلبيه ديال الاباء والاولياء اللي هنا في القطاع السياحي، قطاع البناء والترميم، قطاع ديال التجاره، يعني كاملهم دي ميتي اللي هما عندهم علاقه بالسياحه وعندهم ضرين 100% من الجائحه. والمتطلبات ديالنا هو اولا نشوفوا مساله هي ماديه الدرجه الاولى، على حساب لو بيمون ديال لي فري دو سكولاريزاسيون ديال لي موا 3 4 5 6. ثاني حاجه نورمالمون خصنا نشوفوا ان هاد الاداره تاع النود ديال الاداره، جينا عندهم لو 29 5 كنا هنا، وكنا جست واحد الكوميتي ديال الاباء والاولياء اللي جينا تقريبا واحد 12 ولا 14، جينا وسدوا علينا الباب. زعما ما عمرنا، هذيك هي اللي خلاتني انا فريمون باش دو رياجي، يسدوا عليا الباب وانا 13 عام تنجي وتنجيب وليداتنا هنا وننفيستي هنا وفي وليداتنا، وجينا وسدوا علينا الباب وداروا لنا ديك المساله ديال مبني المجهول ما عارفيناش. حيت اتيل بوان شي خرجات. قلت واحد النقطه واخا قطعتك، قلتي اغلبيه الاباء اللي هنايا تقريبا، شحال تقريبا ديال اغلبيه الاباء اللي خدامين في التجاره اللي توقف عملهم في السياحه وفي البناء؟ يعني قعدوا كلهم انشطه اللي وقفت بسبب بعد الجائحه. نعم تفضل. تقريبا بلوس دو 80% ديال الناس اللي كاينين هنا خدامين في، يعني 80% ديال الاباء والاولياء التلاميذ اللي كاينين في هذه المؤسسه هادو، يعني خدامين في قطاع السياحه والبناء والتجاره اللي توقف العمل ديالهم ولزمهم لزمتهم هذه المؤسسه باش يخلصوا يعني الشهور ديال الحجر. تفضل. كاين اللي خلص تحت طاوله تهديد نقطعوا لك سميتو ليكور للدراري، كاين اللي يقطعوا ليه فعلا ليكور على الدراري في السكولاريزاسيون ا ديستونس، كاين اللي طار تليفون، كاين اللي جا ما عقلوش عليه، قال لي حنا ما تيهمناش، اون سون فو ما سميتو الجائحه، ما تيهمهمش هما. يعني هذا هو المشكل. ولكن حنا من نهار فاش جينا لو 29 جينا ما استقبلوناش هاد الناس وسدوا علينا الباب، تما فين تحركوا جميع الاولياء اباء التلاميذ، لانه اول حاجه لانه ما نتقبلوش حنا تسد علينا الباب. حنا من الشركاء ديال سميتو ديال ليكول، وما يمكنش يتسد علينا الباب. ولو لوندومان رجعنا يعني ما كايناش طاوله الحوار، ما كايناش، لانه خرج المدير التربوي في احدى الخرجات ديالو على في مواقع التواصل، قال لهم هادوك نعت الاولياء والاباء التلاميذ ديال هادوك ما تنعرفوهمش، هادوك اونتر بارونتيز راه هادوك راه ناس، هادوك راه اباء، غير نشرح ليه باللي راه هادوك الناس اللي نسميهم هادوك راه سميتهم اباء
السيد السيدات والسادة الأولياء والآباء ديال التلاميذ. نعم. لا بروميير دي شوز. ثاني حاجة ملي بداو الناس تيتكتلوا تيتجمعوا عاد هما تيخرجوا اتومومون مع جميع المنابر الصحفية باللي راه حالين الحوار مع الناس، ألوغ ما كاين غيان، ما كاين والو الآن لحد الآن إلا دابا أشنو اللي كاين؟ وهو توجهوا الناس وداروا تنسيقية ديال الأولياء وآباء التلاميذ وجاو اليوم يعني كان اليوم اجتماع مع هذا المدرسة اليوم أوغوزمون نعم. وتنشكروا سعادة القائد والسلطات اللي حاضرين وكل شيء، لأنه فعلا غراس أو أو غراس لا فولونتي ديال لي بارون و لي تيتور دي زيليف كون أ بو ديكروشي أن رونديفو مع لا ديريكسيون. يعني انت واخا قطعتك، يعني كاينين تنعرفوا بانه الاباء الله يحسن العوان في هذه الظرفيه هذه، خصوصا الانسان الا كان قاعد من الخدمه ما كاينش خدمه، تنقولوا السياحه، تنعرفوا ان السياحه لوطيلات كلشي ساد، وكالات اصفر واقفه، يعني كلشي المطارات واقفين، كلشي الازمه ديال العراق ليبوك الحرب الخليج ليبوك يعني وتنشوفوا بانه سيدنا الله ينصرو اللي خدا واحد المجموعه ديال الاجراءات بما فيهم ديال الاوقاف، أنا وقف الكراء ديال الأوقاف ديال المحلات ديال الأوقاف والأحباس، وكذلك يعني دار واحد المجموعة ديال الإجراءات بما فيهم أنه الضرائب توقفوا على مجموعة ديال يعني يمكن يعني خصنا نكونوا حنا مثال الأبناك تا هما ديال الكريديات تا هما، يعني تنشوفوا العاهل لبلاد الملك محمد السادس نصره الله اللي خضع تبارك الله واحد الإجراءات جميله، ويعني باش نكونوا حنا يعني تفاجات، هذه ماشي الحاله الاولى ديال المؤسسه على مستوى مدينه مراكش، هذه ثالث حاله ديال المؤسسه على مستوى مدينه مراكش، ربما اكثر ربما يعني لهذه الدرجه واش هاد ثلاث شهور علاش ما يكونش امتيازات، يعني امتيازات يعني يخلص الانسان واحد البورسونتاج ماشي يخلص الشهر كله. شتي كون غير استقبلونا هاد الناس بطريقه عادية واستقبلونا النهار الأول، حنا نزيتيون هنا لا ديسكسيون على نيغوسياسيون على ميال. نعم. جوست نطرحوا المسائل ديالنا ويطرحوا المشاكل ديالهم ونلقاو واحد الأرضية للتفاوض. يعني أوتوماتيكمون غنخرجوا بان ريزيلتا. يعني طاولة الحوار ما مفتوحاش كاع. ما كانش إلا اليوم. نعم. والله أعلم شكون سكيس باس دابا في الكواليس. نعم. لأنه كاينين الناس داخلين دابا عند لا ديريكسيون باش يهضروا معاها في هذا السوجي هذا. ودايرين بيان مطرح فيه كاع المشاكل اللي بطريطه مع لا ديريكسيون اليوم، ونطون يكون خير ان شاء الله. يعني انت اب هنا في هذه المؤسسه الخاصه، واش فرضوا عليك انك تخلص الشهريه ديال يعني تندوي على المده ديال الحجر الصحي يعني شهر 3-4-5 ويعني تخلصها كامله؟ المؤسسه تطالب باداء هذوك الشهريات، انا شخصيا خلصت شهر 4 فقط وامتنعت على 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 الاداء. بالنسبه للمشاكل اللي عندنا مع هذه المؤسسه، اول حاجه نندد ان مؤسسه تعليميه تقطع الدروس على واحد الابن اللي الاب ديالو في هذه الظروف ما قدرش يؤدي الواجب، قطع الدروس هي جريمه في حق الطفل، هذا اول نقطه. ثاني نقطه هي ان هذه المؤسسه هي مؤسسه اللي هي شركه خاصه، وهذه المؤسسة نحن كنأديو لها واحد المبلغ مقابل خدمة التعليم ديال الدراري اللي متفق عليها، اللي هي 6 ولا 7 السوايع حضورية ومواد كاملة والتحصيل في القسم. هذه الخدمة ما بقات، هذا القسم الخدمة ولات، أولا أنا خصني نلقى حلول باش ولادي يجلسوا في الدار، ثانيا 3 السوايع بالواتساب، يعني أنا هذه الخدمة نقصات كما وكيفا. ما الذي يجبره أنني نخلص 100% من المستحقات؟ إذا أنت ما أديتيش نفس الخدمة، أنا ما خصنيش نأدي نفس الثمن. نعم. ثالثا بالنسبة للأبناء اللي في التعليم الأولي، واش الطفل جالس في داره غادي تعطيه الواتساب وغادي يقرا عنده 4 سنوات؟ راه ما كاينش التعليم عن بعد بالنسبه للتعليم الاول، يعني هذاك السيد ما قراش، واش انا غنأدي مقابله لا شيء؟ ثالثا هاد الناس كيتهمونا باننا عندنا سيارات فارهه وميسوري، هذا ماشي هو الموضوع. الموضوع هو انك انت تؤدي واحد الخدمه كنخلصوك عليها، ما اديتيش واحد الخدمه ما خلصناهاش، انا اؤدي مقابل واحد الخدمه. نعم. وهذه يعني كيف ما كان المستوى ديال الاباء، راه كاين اللي ميسور كاين اللي ماشي ميسور، اؤدي مقابل واحد الخدمه، انت ما اديتيش هذيك الخدمه ما طالبنيش بالاداء ديال واحد الحاجه اللي ما اديتهاش، راه ماشي غير ريزيرفي في لوطيل وغتقنوا لا ريزيرفاسيون حيت كورونا ونخلص لوطيل كومون.
ما اديتيش بنفس الكميه بنفس الكيفيه نفس المواد نفس من نفس الوقت في نفس الوسط ما غاديش نادي نفس الثمن. نعم. ثالث حاجه بغيت نهضر عليها هي بالنسبه للاباء اللي كتقول لك ما مضرورينش. نعم. اذا انا اب واخا بقى لي لو سالير ديالي، اذا انا اضطريت انا ناخذ لي جورني دو كونجي ديالي ونجلس في الدار مع اولادي، يعني انا متضرر ومتضرر بواحد الكيفيه اللي اكبر من داك السالير اللي الشهري اللي كنعطيك. اذا انا اضطريت انني انا نشوف واحد الشخص اللي غادي يجلس يقابل لي اولادي ولا انا جلست من الخدمه، راني متضرر. ولا المصاريف ديالي اللي خسرت على ولادي في هاد 3 شهور كيتعداو بكثير، اللي داكشي اللي كطالبني انني ندفعو وكتسميه مستحقات الوغ كو هو انت ما اديتيش ديك الخدمه باش تسميه مستحقات. بالنسبه للمطالب ديالنا اللي هي مكتوبه هي الاعفاء. الاعفاء من اداء 3 و4 و5. نعم. هذه كانت نقطه اولى. النقطه الثانيه هي في التصريح ديال الاداره صرحات بانها غادي دير امتحانات وبان غادي تاخذ بعين الاعتبار التعليم عن بعد في الامتحانات وفي نجاح او سقوط الدراري. انا هذا الوزير صرح بان هذه الفتره ما غادي تخش وما غاديش تدخل في الامتحانات، وهذه الاداره كتستعمل وسيله من وسائل الضغط الاخرى اللي هي غير شرعيه على الاباء. وبزياده على ذلك انها هدات بعض الاباء بان ما تعطيهمش شهاده الانتقال او بان ما تعطيهمش شهاده لا كونفوكاسيون ديال الامتحان او ما تعطيهمش الشهادات. وصلت لهذه الدرجه كونفوكاسيون امتحان؟ نعم. اول حاجه احنا طالبنا بالحوار. نعم. اول حاجه جاوا بعض الاباء يوم الجمعه دقوا اصونا، الناس اللي في الاداره قطعوا الصونيط وفي التصريح الصحفي ديالهم قال لك اولا الناس مجهولين وما دقوش، قالوا لكم هما قطعوا الصونيط وراه باقي مقطوع دابا. نعم. ثاني حاجه هي هذوك الناس اللي نعتيهم في المجهولين في الفيديو الاول، في الفيديو الثاني قلتي هذوك الناس انت كتعرفهم شخصيا وميسورين وعندهم سيارات فارهه، يعني هذوك الناس عرفتيهم اباء ديال التلاميذ وما استقبلتيهم، وانت قلتي بان عندك لجنه اللي كتستقبل الاباء وكتصنت لهم واحد بواحد. حنا حاليا ما يزيد على 260 اب، الا بغيتي نجيبو لك 260 اب هنا نجيبوهم لك واحد واحد. نعم. كلنا نجنا باش تهضر مع هاد الناس وباش تلقى حل، ومن الاحسن تلقى حل في هاد مع هاد الناس هذا، لان المطالب ديال هاد المؤسسه غير مشروعه. في واحد من التصاريح واحد السيد قال لك بلي حنا نريد هلاك المؤسسه. هاد المؤسسه المداخيل ديالها وقيله ديال شهرين ولا 3 شهور كافيه خلص. نعم. الاباء ونقدروا نمشيو للسناسات ونجمعوا نجبدوا لا ليست ديال الموظفين ونشوفوا شنو هي هاد الاباء. هذه تنعتبروا حق مشروع لان الخدمه ما تاداتش، ماشي تضامن، ماشي تضامن، واللي ادى تضامن وما خصوش يتفرض علينا اطلاقا. حتى هذه شركه خاصه من هذوك الناس اللي تضروا، دارت لهم الدوله اليات باش 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 ما يضروش، الوغ كو هذه المؤسسه اللي هي شركه خاصه يمكن لها تلجا لذوك الاليات بلاص انها تفرض على الناس. نعم. الربح ان هي يبقى عندها الهامش للربح ديالها ما يتقاش ان كل شيء يخلص 100%، هذا شيء غير مقبول. نعم. نعم. سنة. نعم. احنا من 2007 وحنايا منخرطين معاهم، ودائما كانت المديره كتقول لنا في الخطابات ديالها اننا حنايا شركاء فعالين معها. ملي جات هذه الازمه كنا اصلا ما شركاش، لانه ملي جينا حنايا كانت المبادره منا باش نجيو للحوار وسميتو، كوننا تضررنا جدا من هذه الازمه ديال الكورونا، لانه لي انفستيسور اترونجي ايزون اريتي لي شونتيي ديالهم. دونك حنايا ما بقاش عندنا شي موارد باش نخلصوها، ودابا حنا كنستافدو 3 شهور ديال الدعم والقطاع راه غادي يبقى محبوس ما نعرفوش الكيتي ديالته. دونك جينا عندها باش نتحاوروا معاها على قبل نلقاو واحد الحل، فاذا بنا كنلقاو البيبان مشدوده في وجهنا وكنصونيو عليهم ما كيحلوش لينا. ايزون في ابيل لا بوليس اللي جاو وداروا خدمتهم، شافوا واش مقام من مسافه الامان بيناتنا، واش كاين لو بوغ ديال لي ماسك. سولونا على السبب ديالنا على التوجه ديالنا للمؤسسه، شرحنا لهم مع العلم ان حنا كنا غير 8 ديال الاباء النهار الاول. نعم. ملي جات دوكا شحال وليتو ديال الاب متضرر؟ اب يعني شحال الاباء؟ 260 ديال الاباء. وكاينين مازال الناس اللي كيلتحقوا بالجروب لانه ماشي ما كاينينش على عين. المطالب ديالنا هو انه يلقاو معنا حل، حنا الناس اللي متضررين 100% من هذه الجائحه ديال كورونا، يعني الناس اللي خدامين في السياحه وبناء والتجاره اللي توقف العمل ديالهم. نعم. ياك ومن غير هذا الشيء كاينه واحد النقطة أنه التعليم عن بعد راه ما عطاش النتائج، ما عطاش الجدوى ديالو، ما عطاش الجدوى ديالو نهائيا. نعم. يعني حتى الناس اللي ما متضررينش من الجائحة راه هما متضررين من التعليم عن بعد اللي ما كانش في مستوى نهائيا. نعم. و أون بليس التلاميذ اللي عندهم الامتحانات الإشهادية هي امتنعت على أنه تعطينا الكونفوكاسيون إلا ما أديناش الواجبات.
الحلول اللي اقترحنا حنايا على سميتهم راه كاينه دابا اللجنه التنظيميه اللي كاينه اللي كتمثل الاباء وانا في الحوار معاهم ملي يخرجوا ان شاء الله غادي نعطيكم ان كومونيكي ديالهم. اذا كما شفتوا متتابعينا قناه شوف تي في دائما تنوصلوا يعني تنشوفوا على يعني على مدى 3 ايام تنشوفوا انه المعاناة ديال الاباء متواصل مع المؤسسات الخصوصيه، خصوصا انه ممكن واحد القطاعات اللي توقفت على العمل بحال السياحه بحال البناء بحال التجاره ومجموعه ديال القطاعات الاخرى اللي توقفت، والاباء لقوا نفوسهم انهم في هذا الحجر الصحي يلاه يتكافوا مع المصروف. على العموم هذه رساله للمسؤولين على راسهم والي جهات مراكش اسفل خصو تدخل يشوف بخصوص هذه المؤسسات اللي ما لقاتش حلول او ما بغاتش تدير حلول مع هذ الاباء. اذا هذه رساله لمن يهم الامر على راسهم المسؤولين على القطاعات والمسؤولين كذلك بمدينه مراكش.